كابتن تامر عبد الحميد، قلت ان المباراه هتكون اقرب لاجواء المباريات الوديه رغم انها رسميه ورغم انها في ختام الدوري، لكن الحقيقه انبي واخد الامور جد زي ما كان لسه الكابتن زكريا والكابتن فاروق بيقولوا، وطنطا مفيش دوافع، يعني لم يقدم اي شيء في الشوط الاول. لان الفرق ما بين الاثنين ان دي فرقه بتتفك ودي فرقه بتتربط. انبي بيربط صواميله ومساميره للموسم اللي جاي علشان يعمل تيم قوي. طنطا بيفك الصواميل. شفت التشبيه يا كابتن فاروق؟ شفت التشبيه؟ بيفك الصواميل والمسامير بتاعته، تمام؟ علشان اللعيبه دي هتبقى عبء مالي عليه السنه الجديده. حقيقي. فاصعب حاجه في الدنيا ان فرقه بتتربط تلاعب فرقه بتتفك. هو دوت الشوط الاول. والفككان اللي انت شايفه على ابرز دليل ده الهجمه الاولانيه في الدقيقه كام؟ في الدقيقه الثانيه. مين اللي راح بالكوره ده؟ حماده جلال. بدل ما راجل يدوس على الكوره وياخد الفرود او ياخد الباك في ظهره ويروح انفراد ويسجل، ده بيقف علشان يعمل البليسنج. طبعا ده وان دل على شيء فانما يدل على حاجتين. الحاجه الاولانيه ما عندوش الاصرار والعزيمه، لان ما تقوليش انه تعبان لسه احنا في الدقيقه الثانيه. بالظبط. مش كده؟ حقيقي. يبقى لازم يكون عنده الاصرار والعزيمه انه يدوس على قوته ياخد الباك في ظهره ويروح يجيب جول. مش كده؟ انما هو لا عنده الاصرار ولا العزيمه ولا عنده الاعداد الكويس في التسخين ده. لو مسخن كويس في الدقيقتين دول يروح حاطط السبرنت ورايح يجيب ايه؟ رايح يجيب جول. الفرصه الثانيه ديت مواب سعيد. مواب سعيد بقى له قد ايه ما لعبش سنه؟ لا بره ما لعبش بدايه الموسم. طبعا انت بتلعب ناقص، يعني ناقص في الـ في الـ في ما افتكرنا بس النهارده يا كابتن فاروق ان مواب سعيد موجود في طنطا. ما انا بقول لسه. ما انا بقول لك يعني فطبعا يعني ايه الحاله المعنويه لفرقة طنطا؟ هم عارفين كويس زي ما كان فاروق قال، اتكلم برضه على نقطة مهمة جدا، أغلبية اللعيبة المميزة قاعدين بره. محمد جابر فين؟ مش موجود. باع بره، بيقال انه ماشي خلاص. سيف الدين الجزيري ماتش زي كده يقعد بره، هيباع مش هيكمل طيب معاهم. ما اعتقدش ان هو هيكمل معاهم. خالد الباك ليفت بالظبط كده. يبقى اذا انت النهارده بتتكلم في مباراة تحصيل حاصل بلا دوافع بلا اهداف بلا روح معنويه بلا حاجات كتير جدا، فهذا طبيعي. يعني حتى في الهدف او في اللقطه اللي كان فاروق استعان بيها في بدايه الاستوديو خالص بتاعه ابو بكر ديارة، لو جبناها كده سيبك من اللعيبه اللي بتقابل، شوف اللعيبه اللي ورا بيقف. يعني بص وقف، لا وقف 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 يا وليد، وقف من اولها يا وليد. هتلاقي بص اللعيبه بتقف، يعني هو بيعدي اللعيبه ايه؟ اللعيبه بتقف، محدش بيعطله خالص خالص. يعني هو هنا رايح واحد ضد كام في تحت خط الكره اربعه، اللي على الدايره هو وقف خلاص استسلم. اللي جنبيه وقف، ده ترقص وقف، المساك هيقابل هيقع وقف خلاص. الجول طلع لم ايديه عشان ما يعملش ضربه جزاء. اللعيبه بتقف.